عزيز. جاءت هنا الهادر نزلت على طول ونقول لهم ده جامع، يعني لسه تو ملفين السور بتاعه، قال لي لو الكعبه قدامي هشيلها وهسايله على طول، يعني هي دي فيها عسل ابص في الجبله ملوش اول ولا اخر. يعني اللي هناك ده كان جامع وهو تم ازالته؟ على طول زالوا مع البيوت، وكانت اليافطه فوق منه معموله. كنا بنلم له فلوس عشان يكملوا مبادئ، على طول راح زايل. ما فيش مساجد في المنطقه حضرتك.